والحقيقة زي ما قلنا أن مهرجان العالمين بيشهد تنوع كبير جدا في فعالياته وأنشطته المختلفة سواء الغنائية أو الترفيهية. خلينا نروح لكريم بيبرس ونعرف منه أخبار الأكل مع الشيف شربيني وكمان الأحداث الرياضية المختلفة مع الكابتن تامر بجات. وخلينا نشوف التقرير التالي ونرجع لكم مرة تانية. تحياتي ليكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية لسه مستمر، لكن فعاليات المميزة في نسخته الثانية هي اللي بتختلف عن الفعاليات الأولى في النسخة الأولى. ليه؟ لأنه الحقيقة الحاجات دلوقتي متنوعة، يعني بنتكلم على فعاليات رياضية، بنتكلم على حاجات ترفيهية ثقافية ومنوعات، لكن الحقيقة المميز المرة دي هو وجود بايتس باي ذا سي أو الأكل، وأكتر حاجة بيحبها الشعب المصري في أي خروجة يروحها الحقيقة هي الأكل. تعالوا نتعرف كده مع بعض ونشوف كده بايتس باي ذا سي فعالياته كانت عاملة إزاي، قدمنا إيه للناس، ردود أفعال الناس كمان في مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية. معايا ضيوفي الحقيقة واللي هم مميزين جدا كل واحد في مجاله. هنبتدي دلوقتي معايا بالشيف شربيني، وطبعا يعني كتير جدا 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 كله كان منتظر الشيف شربيني هنا في مهرجان العالمين الجديدة، لكن كمان كابتن تامر بجات الحقيقه ليه بصمه خاصه. الحقيقه احنا مش بس متعودين ان هو ليه بصمه في الكره، كره القدم او في الحاجات البطولات الرياضيه بشكل عام، لكن النهارده كمان كان موجود بايتس باي ذا سي. تعالوا نشوف كده التوليفه دي حصلت ازاي. نبتدي كده بالشيف شربيني، برحب بحضرتك يا فندم معانا. قول لي كده، شايف الفعاليات النهارده كانت عامله ازاي، وفكره بايتس باي ذا سي اصلا على الشط العالمين الجديد شايفها ازاي؟ انا اول حاجه بقول ان مدينه العالمين جمعت الناس الحلوين كلهم. مدينة العالمين يا جماعة مدينة كاملة متكاملة، وصلت الناس ببعضيها وقربت الناس ببعضيها. وشايف مهرجان العالمين السنة دي عامل ضجة حلوة قوي قوي في كل القنوات. طبعا كفاية ان بتقابل مع الكابتن الجميل، اول مرة اتقابل معاه، بقابلنا بالناس الحلوة وبقربوا الناس ببعضيها. فالنهاردة المهرجان بتاعنا كان فيه مميز بحاجات كتيرة جدا، يعني كنا عاملين استشنات لأكل مختلف، كل الناس الزائرين بيخشوا بياكل الغربي والشرقي والفول والطعميه والكشري والسوشي والباستا وكل انواع الاكل كان موجود عندنا في المهرجان. اكيد هرجع لك تاني يا شيف شربيني على المهرجان، لكن كمان كابتن تامر بجات، ويعني اكيد في رساله احنا ممكن نبعتها هنا للناس من مهرجان العالمين الجديده، وجودك كمان في بايتس باي ذا سي، عايز تقول ايه للناس؟ يعني طبعا اول حاجه الواحد مبسوط انه موجود من انت العالمين، بشوف فعاليات كتيره جدا. الحقيقه الواحد بيجي هنا ينبسط، واي حد ممكن يجي مدينه العالمين، صغير كبير ست راجل، هيلاقي كل اللي ممكن يبقى يتمنى ان هو يبقى موجود فيه. واحلى حاجه مجمع الناس كلها النهارده طبعا بايتس باي ذا سي. طبعا الاكل يعني الشيف شربيني طبعا يعني حاجه جميله. انا اول مره اتقابل معاه النهارده، بس قد ايه الفايبس بتاعته حلوه كده والناس كلها بتحبه. وبعد كده احنا احلى حاجه نجمع ايه على السفره، يعني الاكل. صح فعلا، هي السفره هي اللي بتجمع الشعب المصري كله. السفره بقى بتجمع الكبير والصغير، الستات والرجاله، بتجمع اللي شغال دكتور واللي شغال، مفيش بقى، كله بيتجمع على السفره. فاحلى حاجه ان احنا نجمع الناس كلها النهارده كده مع بعض، ويبقى في نوع من الالفه. طبعا شيف شربيني النهارده عمل مسابقه كده وكسبني في الاخر، يعني ملك اكتافه كده. لا بس بصراحه روح حلو قوي، الناس كلها كانت مشاركه في الموضوع، حلو قوي ان احنا نجمع في مهرجان العالمين طبعا بالحاجات الجميله اللي فيه، والمسابقات والمهرجانات الفنيه والرياضيه، والنهارده بنتكلم عن الطبيخ وعن الاكل طبعا موجودين النهارده. وهو ده فعلا يا كابتن، فعلا الروح الحلوه فعلا. يعني اتكلمنا النهارده عن الاكل، وهرجع لك تاني اكيد في البطولات الرياضيه، لكن شيف شربيني قول لي كده على المسابقات اللي انت كنت عاملها النهارده والناس تفاعلت معاها ازاي، وقول لي كده ايه اكتر حاجه شدتهم في الاكل النهارده. النهارده تصدق بقى ان احنا الشعب المصري الجميل بتاعنا دايما عندنا الاصول اللي هي دايما بتكون موجوده عندنا، اللي ما بننساش الفطار بتاعنا الجميل. يعني مهما كان الواحد عيني في مركزه او في البوزيشن بتاعه او في اي بلد في العالم بيتمنى ان ياكل الفول والطعميه الصبح. النهارده المسابقه بتاعتنا كان على الطعميه، ومين يقلي اكتر كميه في 5 دقائق. كانت لمحه جميله جدا، طلعوا الستات البيوت فعلا ناصحين وبيعملوا طعميه في بيوتهم، وعملوا بسرعه جميله جدا. يعني هينافسوا خلاص المحلات بره؟ انا اتمنى ان كل الحاجات نعملها في بيتنا بدل ما اجيبها من بره. اولا مضمونه،
رخيصة مش مكلفة وفي نفس الوقت حاجة أنا ضامنها. كابتن تامر، كمان يعني فعاليات الرياضيه الحقيقه في البطوله كان ليها طابع خاص على الشط، كان في كره قدم للرجال، كان في كره قدم للسيدات، كان في باسكت، كان في كل انواع الرياضات تقريبا. شايف ان الحاجات دي ممكن تبقى مستدامه ومستمره في مدينه العالمين الجديده ولا هتقتصر على الموسميه الصيفيه فقط؟ يعني طبعا هو كان في كل انواع الرياضه، يعني كوره باسكت بول والعاب في البحر وفي المسابقه العربيات وفي الباراسيلينج والباراشوت. كان الموضوع كان حلو جدا، البادل كان في بادل تنس، فطبعا ده حلو جدا ان انت تعرف تجمع كل الشباب من كل الاهتمامات بتاعتهم الرياضيه. واحنا كمان بنشارك في حاجات تانية غير الكوره، انا ده بحب اروح العب بادل، نروح نلعب فولي بول، نلعب باسكت بول مع الناس. دي بتجرونا على لعبت كوره يا شيف شربيني؟ لعبت كوره طبعا، ده عمل مسابقه وكسبت طبعا. كسبت طبعا زي ما كسبت كابتن تامر كده بالظبط. لازم يجي ده هو كسبان. يبقى اذا يعني في النهايه الحقيقه انه زي ما كان شيف شربيني وكابتن تامر بيتكلموا انه الجمال في الموضوع ان احنا نتجمع سوا كلنا طبعاً. نبعت رساله دايما انه احنا موجودين مع بعض، نقدر نتجمع في الرياضه، نقدر من غير عصبيه، نقدر نتجمع في الرياضه ونلعب من غير ما نخسر بعض، نقدر نتجمع هنا في الاكل ونتبسط وناكل وندوق اكل بعض من غير ما نبقى متضايقين من بعض. هي دي فكره مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه، ان هو مميز وبيستهدف كل الفئات العمريه، كل الناس تقدر تيجي المهرجان وهتجرب كل حاجه، اكل، رياضه، ثقافه، حفلات غنائيه، كل حاجه موجوده هنا في مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه.